الحمد لله احنا كنا في السودان نشتغل شغل مع منظمات، فانا اشتغلت اصلا في منظمه اسمها بعثه الامم المتحده للسلام في السودان اللي هي اليونس صار، وبعدين اشتغلت في منظمات في دارفور. لكن الواحد ما كان في يوم من الايام بيتخيل انه يعني يكون في الموقف بتاع النازح اللي هو ملاجئ وقاعد في بيته ومنتظر دعم او منتظر سبورت له، فدي كانت يعني بجد يعني حاجه يعني موقف مصعب.